كما كتشوفوا حنا اليوم هنايا في المعرض الدولي للفلاحه بالكناس، من بعد ما توقف الواحد 3 سنوات على اثر الجائحه ديال كورونا، الحمد لله هاد السنه قام هاد النسخه اللي كنعتبروا واحد النسخه مهمه جدا جات بعد هذا التوقف، اللي عاوتاني تعطي واحد الديناميه واحد انطلاقه جديده للفلاحه بالمغرب. حنا كغرفه فلاحيه ديال جاسوس ما سجينا بالاطر ديالنا والفلاحه ديالنا والاعضاء ديال الغرفه ديالنا باش نشوفوا شنو هو الجديد في المجال التقني، المكنانه، الرقمنه، لان هادشي ديال الرقمنه حتى هو التطور ديالو كبير جدا، وكذلك الندوات العلميه اللي فيها بزاف ديال الامور جديده، وخاصه ان فيها خبراء دوليين مشاركين في هاد النسخه هذه. المشاركه على ما شفنا كاينه اكثر من 60 دوله عارضه مشاركه هنايا، اكثر من 1400 ستاند، يعني الحمد لله كاين ما يتشاف، كاين بزاف ديال الامور، لا في الشق ديال الشق الحيواني كما قلنا، المكنانه، المواد الفلاحيه، كاين خاصه الامور اللي كتستعمل في الري والتنقيط، لان كاين اشكال كبير عاوتاني في الماء وهذا. والحمد لله اليوم التكنولوجيا راه كتطور، وهاد المعارض هادو كي يقربوا التقنيات من الفلاحه، وحنا اليوم مواكبين الفلاحه ديالنا باش يشوفوا لو ماكسيموم خلال هاد اليومين اللي غادي يكونوا هنايا في الزياره ديال المعرض. ووفرنا لهم جميع المستلزمات، النقل، الايواء، الماكل، كل شيء، والحمد لله راه وصلوا بخير وعلى خير. كانت الافتتاح من طرف السيد رئيس الحكومه، كان على واحد وفد كبير، كان الوزير الزراعه ديال الانجليز، كان وزراء ديال الزراعه ديال المانيا، ديال هولندا، ديال كذلك من افريقيا، من الفاو، يعني كاين بزاف ديال الامور، والحمد لله كاينه مشاركه كما قلنا كبيره. كاين كذلك المنتوجات المجاليه، هي مهمه جدا، الجهه ديالنا مشاركه بواحد اكثر من 50 تعاونيه اللي كتعرض المنتوجات ديالها، وهاد الملتقى هذا كيوفر لهم واحد الفضاء للتعريف اولا بالمنتوجات ديالهم، وكذلك يدير واحد الرقم ديال المعاملات مهم. ملي مشينا شفنا هذا الرواق هذا لقينا في واحد الحركيه كبيره، والتعاونيات البسيطه النسائيه ولا هذا، لا ديال الزعفران، لا ديال العسل، لا ديال الزيت ارغان كذلك، لا ديال الكسكسود، يعني دوك التعاونيات النسائيه كيكون هذا الملتقى هذا مهم جدا كما قلنا للتعريف، ولما لا حتى التجاره فسميتو. كاين كذلك ندوات علميه كما قلنا شاركنا فيها، كان الندوه اللي كتهضر على السياده الغذائيه، لان هذا الاشكال ديال السياده الغذائيه مطروح ولا على الصعيد الدولي، ما بقيناش كنهضروا على الامن الغذائي، الا خاصنا شي حاجه غادي نجيبوها، ولكن اليوم خصنا نحاولوا ننتجوها بروسنا، يعني هذا هو الاشكال اللي كاين اليوم. التكلفه كما كنهضروا التكلفه طبعت شويه، ولكن خصنا نشتغلوا جميعا باش نداركوا هذا الامر هذا، وتحاول توسع الفلاحه في المغرب كامل باش يكون عندنا انتاج ان شاء الله وافر اللي يضمن الاستقرار والاستمرار، وكذلك تكون عندنا سياده غذائيه لجميع المنتوجات الفلاحيه في البلاد ديالنا.